مشتريات المجوهرات لأدنى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2012 لتبلغ 510 أطنان. طبعا سعر أوقية الذهب يسجل مكاسب مع البيانات السلبية التي تأتي من منطقة اليورو. وعلى كل حال المزيد عن هذا وعن التطورات في الأسواق العالمية ينضم إلينا من أبوظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. نور الدين أهلا بك على سكاي نيوز عربية. يعني اليوم مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية التي يمكن أن نعلق عليها وللأسف جميعها سلبية. طبعا أبدأ أولا من منطقة اليورو. إذا أردنا أن نفصل ونتحدث أكثر عن أسباب تعثر التعافي إذا صح التعبير في منطقة اليورو وهذا الانكماش في أكبر اقتصاداتها، ما هي القطاعات التي ساهمت في هذا الأداء السيء وما هي أبرز أسبابه؟ نعم، هذا الشيء الذي حذرت منه ADS Securities أيضا منذ بداية العام الحالي بأنه استمرار عمليات التيسير الكمي سواء بالاقتصادات الأوروبية أو بالأمريكية ولا حتى أيضا في اليابان والصين أو على الأقل في اليابان لن تؤتي أكلها، لأنه بالنهاية الجميع يعلم أنه الاتحاد الأوروبي قام بعمليات التيسير الكمي بالإضافة أو كان يدعم النمو بالإضافة إلى أو بنفس الوقت كان يقوم بعمليات التقشف. لا يمكن أن يكون لأي دولة في العالم أن تكون أو تقوم بعمل الاثنين معا، إما أن يكون هناك في تقشف والعودة إلى ركود صحي ودخول الاقتصاد بركود صحي كما هي العادة أو كما هي السايكل أو البزنس سايكل المعروفة قبل أن يكون هناك في دفع للاقتصاد بأكثر أو بدفع أكبر مما يتحمل الاقتصاد، وهذا الشيء الذي حصل. أيضا كما أنه لا ننسى أن روسيا لعبت الدور أيضا الأكبر في هذا الانكماش من جديد خصوصا بالأرقام الصناعية التي شاهدناها من ألمانيا. اليوم انكمش الاقتصاد بنهاية بواقع حوالي 20 نقطة المئوية، هذا الرقم أيضا سيتم تعديله من جديد نحو الأسفل لأنه هذا الرقم هو الرقم الأولي أو التوقعات الأولية. هذه من جهة. الجهة الأخرى أيضا البنك المركزي أو البنك المركزي الأوروبي استمر أيضا بنوع من التباطؤ بالحديث أو على الأقل بأن يقوم بالتدخل في من خلال انخفاض معدلات التضخم طوال فترة بداية العام الحالي إلى الآن، والتي إلى الآن أيضا لم يقوم البنك المركزي بما هو يحتاجه أو بما يحتاجه الاقتصاد الأوروبي على الأقل، اللي هي تخفيض معدلات الفائدة أيضا ما دون مستويات أو حوالي إلى 10 نقطة مئوية، المزيد من التيسير الكمي، وأيضا الـ LTRO حتى أنه برامج التمويل لم تؤتي أكلها لشيء مهم أنه البنوك لم تعطي هذه الأموال للشعب أو لأي نوع من البزنسز الصغيرة أو نوع من الأعمال الصغيرة، كانت تقوم من جديد بالذهاب بهذه الأموال وأيضا إيداعها أولا بالبنك المركزي الأوروبي أو أن تقوم بشراء السندات. حتى بعد أن قام بتخفيض الفائدة على الودائع سحبت هذه البنوك الأموال وعادت إلى سوق السندات من جديد. لكن المهم الاستمرار بالإقراض، لكن ليس للبنوك، بينما أن تقوم البنوك الإقراض للمشاريع الصغيرة التي هي أساس أي نمو أو أي تعافي اقتصادي بعد أزمة عالمية. هل برأيك هذا التباطؤ والانكماش، نتحدث عن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وهذه البيانات السلبية بشكل عام في المنطقة، سوف تجعل من المركزي يغير من سياسته أو ربما يغير من وتيرة تدخله في الفترة المتبقية من هذا العام؟ بالتأكيد من الممكن أن نشهد الآن هذه الأرقام لازالت من جديد هي أرقام أولية، لا ننسى أن السانكشنز أيضا تلعب دور كبير، سيغير من السياسة الحالية. هي السياسة إلى الآن هي سياسة تيسيرية أو سياسة تيسير كمي وفي الغالب ما سيستمر فيها، لكن ممكن أن بالفعل تسعر خلال الاجتماع المقبل. ممكن أن نشهد نوع من الحديث مرة أخرى من ماريو دراغي بأنه البنك المركزي سيتدخل فيما لو اقتضت الحاجة لذلك، لكن ما المعنى بأن اقتضت الحاجة لذلك؟ هو أن نشهد إما انكماش كما هو يحصل الآن أولا أو استمرار بانخفاض معدلات التضخم التي أيضا في الغالب ما ستنخفض بسبب شيء مهم جدا، انخفاض أسعار الطاقة الآن بالرغم من أنه في عندنا نوع من التنشنز أو الجلوبال تنشنز. تذكرين خلال بداية الأسبوع الحالي ذكرنا أنه السيف ذو حدين، إما أن فيما لو تغيرت النظرة العامة نحو الاقتصاد هذا الشيء الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وأيضا ما سيؤدي إلى انخفاض التضخم. طيب نور الدين، مارك كارني أيضا فاجأ الأسواق، يعني بنك إنجلترا تفاجأت الأسواق عندما قال أنه لا يتعجل رفع أسعار الفوائد، الكل كان يتوقع ربما في وقت قريب أن يتم رفع أسعار الفائدة في إنجلترا، كيف تعلق؟
صحيح، على الأقل هو بالنهاية مارك كارني كان لديه كريديبيليتي عالية أو نوع من الثقة العالية من الأسواق بأنه ذكر أنه هناك في مشكلة لدينا بالويجز جروث، على عكس البنوك الأخرى التي من جديد قامت ببعض التباطؤ بالتدخل بالأسواق. لكن بغض النظر عن أنه شهدنا نوع من الانخفاض بالجنيه الاسترليني بشكل كبير، هذا لم ينفي أو لم نشهد أي نوع من وقف التوقعات بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، سوى أنها تحركت نوعا ما إلى الربع الأول من العام القادم بدلا من الربع الأخير من العام الجاري. هذا النوع أيضا لا ننسى أنه مارك كارني يقوم من جديد بالتحرك به أو بالتحكم بمعدلات التضخم من خلال الإكستشينج ريت أو اللي هي القيم أو سعر صرف العملة أو عملة الجنيه الاسترليني، بدلا من أن يقوم برفع أسعار الفائدة لكافح مع التضخم، لأنه رفع أسعار الفائدة سيؤدي بالضرر الآن على قطاع الإسكان، وهو قام بأولا بإجراءات لكبح جماح الارتفاع الكبير في الأسعار، وهذا ما بالفعل بدأنا نشهده خلال الفترة المقبلة. فرفع أسعار الفائدة لن يكون خلال العام الحالي، لكنه أيضا لازالت المملكة المتحدة على الأقل في نطاق إيجابي على المستوى الأعلى. نعم، بشكل سريع لو سمحت، كيف يمكن أن نقرأ ارتفاع إعانات البطالة في الولايات المتحدة في ظل ما كان هناك من أحاديث كثيرة في الفترة الأخيرة عن تحسن سوق العمل؟ نعم، هي نفس الشيء، هي قراءات أسبوعية ممكن أن يتم تعديلها من جديد خلال الأسبوع المقبل أو لا، لكن من جديد سوق العمل الأمريكي ينكمش وليس ولم يتوسع. نسبة المشاركة في سوق العمل لازالت بانخفاض مستمر، وصلنا إلى أدنى مستوى منذ العام 1973، هذا يعتبر شيء إيجابي، وهذا السبب الذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة. لكن الآن مع ارتفاع ثقة المستهلكين وثقة المستهلكين بالولايات المتحدة الأمريكية، عدنا ونشهد نوع من التدخل أيضا أو دخول أو عودة العمال إلى سوق العمل، هذا الشيء الذي أدى مرة أخرى أيضا إلى ارتفاع معدلات البطالة مؤخرا خلال الشهر الماضي. فخلال الأشهر المقبلة قد نشهد أرقام أسوأ من ذلك، وأسف على التأخير. كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، شكرا جزيلا لك. هذا في الاقتصاد، نعود إلى ريتا.